زاويني صوالي شوي قاسي في الدنيا المشاكل الحقرة غلطن يا زيا كان ربي يا صوالي شوي عاني سي صلاة في تصوالي صوري وانا ينوم حاب نقطع الحور روح لبلاد النور خو كيما من صور حرم الصور زغلو في البابور عرشير يا خور خور دوك ما كاش معشر يا للور واش اخدا واش اخدا شر اخدا ماشي الخير اللي اخدا صوري شراوي عاني مهات لافي غير مشاكل والهم والضمار عايشين في غار ني ختمة ني دار مسكين القاروح وفي البار الناس تتبع فيه وتمشر فيه هذا عار عار قاعد وحداني حيران الطبطب من الجار الجار باش يجيب لقمة العيش دراني صغار حكمة وديك الحرارة حبير ميرهو ديرك الانتحار شعر قربو بقاعد في الظلام باش ينسو الشجاع عليها دعوار القاروح وعيش مع عباد اخوان من قامتان والو هادي شان جابا وحدو حكمة دورتك تخمام قدام البحر ولقى الحل قال نقطع هاد البلاد اللي لقيت فيها الحقرة والظلم والشد رانا عايشين في ظلمة في هاد البلاد تشوف فايس حيار تشوف الصوالي لح حاصل بشي تجيب لقمة العيش والملفة طاير بالريش وصلنا واحد الأزمة صوالي ما عندش قيمة بالك عقلي تبلي ما بالك توصل طول القيمة قال الجول الشدة وإن شاء الله طل الفرجة في كل جهة عمدان ما لقيناش هاد الخرجة هذا يتحس هادا والناس تبع المدر مدى ما عيدة مطالتي خردة القلب بردة كاين ناس ما زالها شدة في الشهادة صوري وانا ينوم حاب نقطع للحور روح لبلاد النور خو كيما من صور حرم الصور زغلو في البابور عالجيريا خور خور دوك ما كاش معشر يا للنور واش الدا واش اخدا شر اخدا ماشي الخير اللي اخدا خش من مسيدنا في الحومة كنا نرفيد يتخدم كل عبيد لتجيب امور اللي بارو تلحديد شوف لقدر طاح حكمينا عباد صحاح قرايب بالفحشيش حكمة خير عولاد ليش عندك درهم تقرا لا ما عندكش تجيبها برا الحياة راهي حكمة رانا في أزمة بيتين في الظلمة وشيطان يلعب بينا الضمة الناس عبالي اساس نشان مرض البلوس صاري ولا ينوم حاب نقطع للحور روح لبلاد النور خو كيما من صور خرم الصور زغلو في البابور عالجيريا خور خور دوك ما كاش معشر يا للور واش اخدا واش اخدا شر اخدا ماشي الخير اللي